بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للظاهرة الأولى اللي غادي نشوفو هي ظاهرة حيود موجة فوق سطح الماء، موجة ميكانيكية. أنا كنلاحظ واحد الحوض للموجات به حاجز يحتوي على فتحة. بطبيعة الحال طول الموجة الواردة هو 5 سنتيمتر، وعندنا اختيار ما بين 15 و 5 سنتيمتر من أجل إنجاز واحد عرض فتحة. هنا ناخد الحالة الأولى اللي فيها 15 سنتيمتر. في هذه الحالة هذه كنلاحظو أن الموجة عفوا تجتاز الحاجز بكيفية معينة. لاحظوا أنه ممكن نقولو أنه الموجة تقتصر فقط على هذا المكان من الماء، فاش غادي نقصو من العرض ديال الفتحة كنلاحظو واحد التغير تدريجي في شكل الموجة. هنا لاحظ الموجة ولات أكثر اتساعا وتنتشر لأماكن أكثر من الأماكن اللي كانت فيها 15 سنتيمتر. فاش غندير واحد العرض يقارب طول الموجة اللي حتى هو 5 سنتيمتر، غنلاحظو خروج موجة دائرية من الفتحة وتنتشر في جميع الاتجاهات المتاحة لها. هنا ممكن نقول ان هناك ظاهره الحيود والطلبان. ما غاش نقول ان الحيود هو تغير في شكل الموجه، وانما الحيود هو عندما تتصرف الفتحات الموجوده في الحواجز كمنابع جديده للموجات، فيكون لا منبع اللي هو وهمي. طبيعه الحال هنايا علاش كتخرج لنا موجه دائريه دائما في الحيود ديال الموجه المائيه؟ لأنه المنبع صغير يعتبر منبع نقطي، وجميع المنابع النقطية تعطي موجات اللي هي دائرية، على عكس المنبع إذا كان طويل كيعطيني موجات اللي هي مستقيمية. بمعنى إذا كانت الموجة الواردة موجة دائرية غتكون الموجة المحيدة حتى هي موجة دائرية. بمعنى ماشي تغير الشكل الموجة هو اللي نقصد به الحيود، وإنما تصرف الفتحات الموجودة في الحواجز كمنابع جديدة للموجات. بالنسبة لحيود الموجة الضوئية، بطبيعة الحال عندنا ضوء لازر درنا قدامه شاشة فيها حاجز بفتحة عضواء. هذا المحاكاة كنمثل فقط غير أنا بالألوان كنشوفو الشكل المحصل عليه على الشاشة اللي هو شكل الحيود. هنا إذا كتلاحظو عندي بزاف ديال المتغيرات، بحال مثلا أ اللي هو عرض الشق، لوندا طول موجة الإشعاع المستعمل، وعدد دي المسافة بين الشاشة والحاجز. هادو كلهم متغيرات كيغيرو ليا من ظاهرة الحيود. مثلا شفنا تأثير عرض الشق أ، نخلي لوندا ثابتة، دي ثابتة، وغنبدل عرض الشق أ. كنلاحظ أنه كتما كبرنا عرض الشق تيسخر ليا عرض الوقعة المركزية اللي هو نزولي بالرمز إكس. نفترض درنا ليه الرمز ال ماجيسكيل، وكاين هنايا في هاد المحاكاة ديال ليه اكس. دونك هنا كما كبرنا ا، تلاحظوا انه الشكل الحيود يتقلص والبقعة المركزية تصبح اكثر صغارا. هنا هاد المنحنى كي الفوق يمثل تغيرات شدة الاضاءة، يعني لاقاش كنعرفو ان البقعة المركزية كتكون هي الاشد اضاءة، البقع الاخرين تيكونوا اقل اضاءة منها الى ان تنعدم اضاءة في باقي الشاشة. دونك نرجعو دابا نصغرو أ. فاش كنصغرو أ تتزاد لينا عرض البقعة المركزية، لأن كتعطي العلاقة اللي هنايا لوندا على أ، إذا أ تتناسب عكسيا مع الزاوية من الفرق الزاوية تيتا اللي كتناسب مع ال، وكيعطينا أنه ال تتزايد عندما تنقص القيمة ديال. من بعد نجي نشوفو تأثير دي المسافة الفاصلة بين الشاشة والحاجز. كنلاحظو هنا تما كبرنا مسافة دي، هنا كتلاحظو أنه العرض يتزاد. كتبا بعدنا الشاشة العرض يتزايد، كتبا بعدنا الشاشة العرض يتزايد. إذا هناك تناسب اضطراضي بينهما.
جذابة طول الموجة، باش نغير طول الموجة بطبيعة الحال حتى اللون ديال الإشعاع تغير، لأننا كنعرفو أن كل لون عنده طول موجة أو تردد معين. قد ما كبرنا اللوندا كتكبر الوقعة المركزية، أي أن اللوندا و إكس يتناسبان اضطرادا. لاحظتو هنايا كتما وصلنا من الأحمر، بالنسبة للأحمر غنحصل على أكبر عرض ممكن، بالنسبة للبنفسجي غنحصل على أقل عرض ممكن هنايا. هذا هما العوامل المؤثرة على ظاهرة الحيود بالنسبة للموجات الضوئية. إذا هناك تناسب اضطرادي مع المسافة بين الشاشة والحاجز، تناسب اضطرادي مع طول الموجة، وتناسب عكسي مع عرض الشق. هنا بالنسبة لظاهرة انكسار الضوء غنشوفو واحد الحالة خاصة لواحد الوسط كيتسمى بالمنشور. عموما انكسار شنو هو؟ انكسار هو ظاهرة تحدث للضوء أو الموجات كلها بصفة عامة عندما تجتاز وسط إلى وسط آخر مختلف. يعني باش كنبدل وسط الانتشار كتحدث لي ظاهرة الانكسار بالنسبة للموجات. بالنسبة للضوء غنشوفو انكسار بواسطة منشور اللي فيه نشوفو من بعد على حساب نوع الضوء كتكون عندنا واحد الظاهرة معينة. هنا لخدينا ضوء أحادي اللون مثلا لازير لون أحمر، كنلاحظو أنه هنا كاين الهواء غيدخل للزجاج المنشور غيوقع عليه انكسار، إذا الاتجاه ديالو غيتغير، غيوصل لهاد الحاجز هنا عاوتاني غيخرج لوسط آخر غيوقع عليه انكسار تاني. كنلاحظو أنه حزمة واحدة واردة وحزمة واحدة منبثقة. إذا عندنا هاد الخاصية هادي ممكن نقولو أن شعاع اللازير أو الشعاع المستعمل هو شعاع أحادي اللون. كيف ما كان اللون المستعمل بطبيعة الحال راه كنحصلو على دائما لون واحد. هنا نجيو نعوضو هاد اللازير بضوء أبيض، نعوضو ضوء أبيض كنلاحظو أنه عندي حزمة واحدة داخل المنشور، من بعد عند اجتياز المنشور عندنا حزم لألوان متفرقة. نستعمل واحد نوع آخر من الزجاج يكون أكثر كثافة، مثلا هذا الزجاج هذا اللي هو الفلينت. كنلاحظو أنه عند دخول الموجة الضوئية للمنشور فهي عند خروجها تنفصل إلى الإشاعات المكونة لها، لأن كنعرفو أن الضوء الأبيض مكون من ألوان الطيف كلها، وبالتالي غيخرج لنا الألوان كاملين من المنشور. بطبيعة الحال كنلقى أنه البنفسجي هو الأكثر انحرافا لأن عنده طول الموجة الأقل، والأحمر لأن طول الموجة الأكبر هو الأقل انحرافا. الأكثر انحرافا هو البنفسجي، أقل انحرافا هو الأحمر اللي عنده أكبر طول موجة. لابين نفسرو هاد الظاهرة هادي ممكن نقولو أنه باش نجيب واحد الأنيماسيون أخرى هي، ويقول أنه الحزمة الضوئية ترد في الهواء بنفس السرعة وبنفس الزاوية. ملي كندخلو للزجاج المنشور، الزجاج المنشور وسط مبدد، فأنا وسط مبدد بما أنه سرعة الانتشار تتعلق بالتردد. أنا كنعرفو أنه الألوان مختلفة، مختلف الألوان تختلف من حيث التردد، وبالتالي المنشور كل لون غتكون عنده سرعة مختلفة عن اللون الآخر، مثلا سرعة الأحمر ماشي سرعة الأصفر ماشي سرعة الأزرق. وكنعرفو أن معامل انكسار للوسط تهو كيتغير إلى تغيرات لنا السرعة، لأن معامل انكسار هو السرعة في الفراغ مقسومة على السرعة في الوسط. إذا كل لون عنده معامل انكسار خاص به، أحمر عنده معامل انكسار، أزرق عنده معامل انكسار إلى غير ذلك. إلى هو معامل انكسار مختلف، حنا كنعرفو علاقة المنشور تحتوي على معامل انكسار، يعني الزوايا أو زاوية الانحراف النهائية عندها علاقة بمعامل الانكسار، وبالتالي كل شعاع عنده معامل انكسار مختلف غتكون له زاوية انحراف الطيف الأخير
مختلفة، وهالشي تيخلي أنه في الأخير يخرج لنا الإشاعات منفصلة عن بعضها، بينما الهواء هو وسط غير مبدد، وبالتالي السرعة الألوان عندهم نفس السرعة باش جايين ونفس مواعيد الانكسار، وبالتالي ما غنلاحظوش ظاهرة تبدد الضوء الأبيض في الهواء. طبيعة الحال كما قلنا أنه الوسط المبدد يغير السرعة بتغيير التردد، إذا الزجاج المنشور وسط مبدد، وبالتالي الظاهرة غتسمى بتبدد الضوء.